حياكم الله من جديد. يشكل اقتراض المال من الآخرين أو ما يعرف شعبيا بالسلف نقطة حرج لكثير من الناس، بخاصة حين يكون مبلغ كبير. ضيفنا في هذه الفقرة يقدم لنا عدة حلول لتجنب هذا الحرج مع وصفة لبرمجة الراتب والادخار المال وبناء الثروة. ورحب معكم بالأستاذ حسين الحربي المتخصص في برمجة الرواتب. حياك الله معنا أستاذ حسين. الله يبارك فيك وأنت بصحة وسلامة. الله يحييك. خلينا نبدأ يمكن قبل ما ندخل بالتفاصيل، أتكلم معك عن المفهوم برمجة الرواتب، يمكن مفهوم جديد طبعا خلال الفترة. وش المقصود ببرمجة الرواتب أو الراتب؟ شوف، كل واحد يتقاضى راتب، بمتقاضاه للراتب هذا لابد أنه يعرف أوجه الصرف والإنفاق عنده والالتزامات. جيد، هذا شيء مهم بحيث أنه يدرك. بعضهم يقول لك راتبي طار، فلوسي ما أدري وين راحت. ارجع لمصروفاتك، ارجع لمنهجيتك. كل البنود العناصر، كل بند له عدة عناصر. أنت اللي تدخل العناصر وأنت اللي تخرجها. إذا في عناصر التزامية، في عناصر مصروفات، في عناصر مثلا اللي هو أنت تدخلها على نفسك وترهق راتبك فيها. لهذا السبب تقول أنا والله ما الراتب جلس 5 أيام ما صفى لي شيء منه. تمام، هنا لابد أنك تبدأ في آلية برمجة الراتب. عندك اللي هو البنوك والتمويل، هذا الدرجة الأولى، هذه تعتبر في الالتزامات. عندك طال عمرك السيارة كم تأخذ منك، عندك البيت كم يحتاج، عندك كذلك اللي هو المصاريف الشخصية. إذا جيت تحسبها بكم هائل وفق وعاء وبرنامج متخصص في آلية المصروفات وبنودها. طيب، هل هذه البرمجة لها حد أعلى وأدنى بالرواتب ولا ممكن تنطبق على راتب الكل؟ كيف؟ اشرح لي، أعطيني مثال عشان نبسط بس المفهوم للناس. يعني واحد راتب 4000، واحد راتب 15، كله نفس الشيء. في بعضهم يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذه خليها على جنب. تمام، عندك كذلك اللي هو مصروفاتك. أبو 4000 اعرف أنت مقدارك المالي والوعاء المالي اللي تحصل عليه كل نهاية شهر. بالحالة هذه لا نقيس على رقم معين، سواء 5000 ولا 10 ل 15 ألف كمجمل رواتب. إذا كان 15 ألف مثلا، أنت بتزيد وبتوسع في صرفياتك. لكن إذا أنك أخذت مفهوم واقعي وعقلاني بحيث أنك تأتي وتقيس الأمر في أوجه الصرف، المال الله اللي رزقك فيه واستخلف الإنسان عليه في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني خذ أمورك بمعين مقتدر أنت عليه، لا تزودها زيادة، وفي النهاية تبلش وتروح تبحث عن السلف مع الآخرين. سواء كان راتب 4000 أو 5000 أو 20000 أو 100000. الصرف واحد، الأكل اللي نحن نعرفه واحد، السيارات كلها واحدة. يعني أشياء كثيرة تندرج تحت آلية أنا كيف أصرف راتبي. خلنا نأخذ حالة، عطني حالة يعني عشان نبسط بس المسألة. يعني مثلا شخص الآن راتبه 15000. جيد، وش عنده التزامات؟ هذه التزامات. يعني ينزل راتبك مخصومة من حسابك مباشرة دايركت. عندك اللي هو المصروفات، قيس نفسك على المصروفات المتبقي. وش تشمل هذه؟ ها؟ وش تشمل المصروفات؟ المصروفات لابد الواحد يقيس ويقارن بين ويميز بالأساس، يميز بين التزام ومصروف. بعضهم لا، تخبط عشوائية. الفواتير، الأقساط، الأمور هذه كلها كلها تأتي بتخبط عشوائية. مما يدخل في أساسيات مضيعات المال. تمام، لما تجي وتقيس الحاجة هذه في الصرفية، ها، لأن عندك أرقام تقبل قسمة على 12 اللي هي مصروفات. تجي أنت لابد أنك تأخذ فيها بند، والبند هذا تأخذ فيه عدة عناصر. كل عنصر له حقه المستحق شهريا، بحيث أنه لما يأتي نهاية السنة مثلا، على سبيل المثال اللي بنقول تأمين السيارة،
هذا وشو فيه؟ التزام لكن داخل فيه مصروفات. غير الالتزام اللي هو الفعلي كقرض كبطاقة ائتمانية كإلى آخره. يعني أنت تقصد أنه اليوم أنا بقسم يعني البند الأول اللي هو التزامات، نعم، واللي تشمل التمويل، تشمل التمويل بكل أشكاله، بكل أشكال، القروض الشخصية، طبعًا، السيارة، البيت، أي كان. بعدين تروح للقسم الثاني اللي هو المصروفات. يا سلام عليك. المصروفات هذه وش تشمل؟ تشمل مصروفات عندك، وش احتياجاتك الشخصية، وش احتياجات المنزل، مثلا مقاضي البيت، مقاضي البيت، راتب شغالة، فواتير كهرب، فواتير جوال، انترنت، الغاز، إلى آخره. الأمور هذه كلها وفق بند اللي هو المنزل وعنصر. هذه مصروفات. هذه مصروفات. طيب ليفترض أبو 15 هذه طلعنا منها مثلا 6000 7000 ريال أقساط، الالتزامات، التزامات، والمصروفات خلنا نقول انها 4000. جميل. المتبقي وش يسوي فيه؟ المتبقي وش يسوي فيه؟ هين الكلام. انا دائما اقول المتبقي هذا حاول انك توفر منه، تدخر منه قدر المستطاع. يعني لو 4000 ريال طلع منها 200 ريال. زين ولا لا؟ الميتين هذه حط لك هدف، الهدف متى يكون؟ يكون على 5 سنوات. مزبوط. خلال 5 سنوات انت لا تكون، لابد تكون فيه، تكون انسان شجاع. خلاص انا حطيت الدخار الان مثلا 200 ريال شهريا، والله انا احتجتها رحت وسحبتها. هنا انت ما وصلت لاهدافك، صار في تعطلات، في عتبات قدامك. ما أنت طالع إلى سلم الندرة، الوفرة من الندرة، وترقى سلم الوفرة، ما أنت قادر، لأنك تسحب كل ما جمعت بعدين رجعت وسحبته. بس أنا صراحة لازلت يعني أحاول، يمكن هذا أستاذ حسين ممكن يطبق على أبو 15000 صاحب راتب 15000. طبعا صاحب راتب 4000 كيف يطبقه؟ شوف، لابد أنه يفتح مجال دخل إضافي على أساس أنه يكون عنده مجال في التوفير. إذا ما فتح بيبقى على مثلا أنه والله أنا بس 4000 ريال، ما راح أطلع بنتيجة. الآن كل شيء متاح قدامك. تقدر تأخذ عمل حر، زين ولا لا، وتنتهج في منهجية معينة، مثلا صناعة محتوى، أي شيء. يعني كل التصوير، تصميم البطاقات، المعايدات والأشياء هذه، وتدر عليك دخل. هذا هو. بس يمكن ما عنده الموهبة هذه، يعني يتعلم. يتعلم. ما في أحد جاء بهالدنيا وفاهم كل شيء. دروس، الحياة دروس. أنت تقول الأستاذ حسين أنه في برنامج، أو أنت طورت برنامج، مو تقول أنت طورت برنامج. نعم. تقول انه هذا البرنامج قادر، وتذكر انه البرنامج هذا قادر على انه يخرج الشخص كما تفضلت من حاله الندره الى حاله الوفره. الوفره، وش مدى الالتزام المطلوب من الشخص عليه؟ من اي ناحيه؟ بالجدول هذا والبرنامج هذا. شوف، انا دائما اقول ببرمجه راتب شهر واحد رايح تعرف مصير رواتب 12 شهر. صار معك حالات، شفت حالات زي كذا؟ نعم. وش اللي فرق معهم؟ فرق معهم اشياء كثيره. فرق معهم طال عمرك انه في فلوس ما يدري وين تروح. عرف الان وفق انت لما تخطط وتبرمج وتزبط وكل شيء، وكل بنت تعطيه حقه وفقا لصنفه. انت عرفت هذا كم يحتاج مني في الشهر. صار عندك في النهايه وعاء. اغلب الناس نظريته متى ينزل الراتب تاريخ 27. موظفي الدوله مثلا، موظفي القطاع الخاص مثلا تاريخ 1. تمام ولا لا؟ هنا الواحد ماخذ مقياس اللي هو نزول الراتب فقط، انه اخذ واخلص واعطي واسوي واحط اموري كامله. تمام. لكن نسي دور نهايه السنه، انا كم عندي، كم عندي وفره ماليه، كم انا بجمع نهايه السنه. لما تجي تحسبها، اذا كان مثلا شخص مثلا جاني عنده بطاقات ائتمانيه، عنده 64 الف ريال عجز سنوي، وراتبه 15600 ريال، في عجز عنده سنوي. كيف؟ لأنه يأخذ من البطاقة الائتمانية ويرجع وضرائب، واللي هو المادة الإضافية هذه اللي هي اللي يأخذونها على البطاقة اللي هي الفائدة،
زين ولا لا؟ أو أنه يتسلف من الآخرين وممكن أنه يتسلف ويسدد وممكن يوصل إلى مرحلة أنه ما يقدر يسدد، يوصل مرحلة العجز. البرنامج هذا متاح للجميع؟ متاح للجميع نعم. طبعا البرنامج باشتراك، يشترك معي مدة سنة كاملة متابعة شهرية، قبل الراتب بأسبوع يكون فيه رصد من قبل طالب البرمجة بحيث أنه يقيس ويوازن ويعمل منافسة بينه وبين نفسه وفق سجل التتبع وفق للبرنامج اللي يوصله على الإيميل بعد ما تعمل له البرمجة. خلينا نروح الجانب الثاني، إدارة الراتب اليوم هي مرتبطة خلينا نقول بالتخطيط ولا بالإدارة المالية؟ الاثنين سواء. الاثنين نعم، أنت لابد يكون عندك إدارة مالية، وفرة المال موجودة، أنا كيف أوجه الصرف عندي والإنفاق، هذا شيء أساسي، أني أنا كيف لابد أني المال أنا مسؤول عنه، مستخلف عليه وسأسأل عنه وسأحاسب. يعني المال ما يجيك بالساهل، تتعب ويجيك المال، لابد أنك أنت تحسن التصرف فيه. بالجانب الثاني، وخلني أحاول كذا أصعبها عليك، بالجانب الثاني إحنا كمجتمع مجتمع متكافل، نعم، وبمعنى آخر في التزامات اجتماعية عندنا. طبعا أنت عندك أخ مثلا بيتزوج، عندك ولد عم بيتزوج، عندك مدري مين سكن بيت، مدري مين. بضرب لك مثال. ايه عطني مثال. الآن أنت من شهر 8 إلى نهاية شهر 12 هذه الكل يمر في أزمة مالية، رمضان، عيد الفطر، نعم، عيد الأضحى، بعض الأحيان مع المدارس والإجازة. أيه. اللي سوى برمجة الراتبة عندي من سنتين نسي الكلام هذا. شلون نسي؟ نسي بارك الله فيك، لأنه هذا من الأشياء اللي تقبل القسمة على 12. يعني أنت تحط بنت، نعم، وترصد له شهرية. وكم نسبة من الراتب غالبا يصير؟ عطني نسبة على حسب رقم. يعني 20%. 20% نسبة كبيرة والله. لا ما هي كبيرة والله. كبير؟ لا، أنت لما تقسمها على الأربع عناصر، يعني إذا عناصر، إذا راتب 10,000 أنت تقول له 2000 في ما هو في الشهر. ها لا، يعني السنة إيه، مثلا عيد الفطر يعني 200 ريال موسم الشهر. إيه موسم رمضان ارصد له مثلا بنقول 1000 ريال. الألف ريال كم تلحق شهريا؟ 83 ريال و33 هللة. آخر شهر بتزود عندك 37 هللة، 3 هللات بتزيد، 4 هللات بتزيد. كملت قفلت رقم 1000 ريال. إذا مثلا جينا موسم عيد الأضحى، عندك أضحية، عندك طبخ، عندك إلى آخره، كم تكلفك؟ 2000-3000 ريال. تقبل قسمة على 12. أنت ارتحت من الأزمة هذه لأنك أنت رصدت لها من البداية، فوصلت إلى مرحلة أنه اكتفاء ذاتي من ناحية المال، ولا تحتاج الآخرين ولا تتسلف من الآخرين. طيب خلنا أعطيك مثال آخر، هو مثال موجود بالمجتمع، لا الحين صار له تطبيقات وصار محوكم وشغلش زينة، يعني الجمعيات ممتازة. أنا وش اللي حادني أتعب كل هالتعب؟ أروح أحط 1000 ريال وأخذ آخر السنة 15,000. ما في مشكلة، لكن ما في زي أنه لما يكون عندك حساب حرية مالية. أنت تقصد أنك ما أنت مربوط كل شهر تدفع؟ أنا ماني مربوط لا أدفع لحد، أدفع لنفسي. زين ولا لا؟ أنا أحد اللي برمجوا رواتبهم عندي كان يسأل يقول وش صندوق الحرية المالية هذا، يقول أول مرة أسمع فيه. صندوق الحرية المالية؟ أي. قلت تعرف شيء اسمه صندوق الطوارئ؟ أنا غيرت المسمى. الطوارئ أنك أنت حاجة طارئة أخذته وخلاص. زين ولا لا؟ لكن لا، لما يكون عندي صندوق حرية مالية بعيد عن الحساب اللي هو ينزل عليه راتبي. كيف الفكرة؟ مثلا عندي حساب راتبي ينزل على الراجحي زين عندي في البلاد. الحساب هذا أنا ما أقدر أوصل له أونلاين، هذا أول خطوة. ثاني شيء أني ما أقدر أروح للإي تي إم وأسحب، لأنه بيكون سهل. أعتبر أن الحساب هذا أنه جهة تمويلية لكن مملوكة لي أنا شخصيا، أنا اللي أمول نفسي. حصالة، زي الحصالة أرمي فيها فلوس. أي. لأنك أنت ممكن يجي يوم من الأيام والله أنا احتجت مبلغ 1000 ريال 2000 ريال على حسب، تمام ولا لا؟ المبلغ هذا أنا لما أحتاجه
ممكن طلعت من الدوام والله البنك ما يمديني أوصل له وزحمة وبروح أريح اليوم بكرة بعده. نظرت في النهاية وراجعت عقلي الباطني أنه كان بينصرف المبلغ هذا إلى رغبات وليس إلى حاجات. بقي المبلغ في الحساب موجود مرصود زين ولا لا، وبنفس الوقت أنا نظرت بعقلانية وبواقعية أنه رغبة وليس حاجة. أبغى أوقف معك على الأشخاص اللي خططت لهم أو برمجت رواتبهم. من اللي لمسته وشفته يعني من تعاملك مع الناس، وش أكثر شيء يعني تصرف عليه الناس وكانت رواتبها ضايعة عليه؟ والله الأغلب المطاعم الكافيهات. عرفت كيف؟ هذا السؤال. إيش كثر يأخذ من رواتب؟ إيش نسبته؟ والله ما هو على النسبة محددة. لا يعني توصل مثلا يحدد مثلا 1500 ريال، بعضهم 4000 ريال في المطاعم. طيب أسأل أقول أنت ما تطبخ في البيت ما عندك؟ قال نطبخ في البيت بس الأبناء مشكلتهم أنهم تعودوا على المطاعم. 4000 ريال يصل إلى سقف 4000 ريال. هذا في المطاعم. زين ولا لا؟ 4000 ريال أضربها في 12 شهر تقريبا 48000. يعني هذه مهدورة منك رايحة. والله مبلغ. وأنت عندك تقدر توفر حتى اللي يسوونه في المطعم تقدر تسويه في البيت. هذا من الأساسيات اللي أغلب الناس فيها. كذلك مثلا الكماليات. أنا أشوفك أستاذ جمال معك جوال مثلا 15 آخر موديل نزل. أنا مثلا معي جوال ترى جوال 12 لا تطلع عليه. أنا 11 عرفت كيف؟ نعم. إحنا نضرب على سبيل المثال للحصر. أكيد أكيد. عرفت كيف؟ والله أنا شفت جمال عنده جوال 15. طيب ممكن أنا يا حسين أقول والله جمال ما يصير أطيب مني. أبى أروح أخذ واحد. لازم أن يكون أنا وياه متجاورين. يعني موازنة. ليش الحالة هذه موجودة عندنا؟ ليش صارت موجودة عند الناس كثير؟ لأنها من واقع الرغبة ومن واقع إيش؟ أنه والله ما يكون جمال أطيب من حسين. أطيب بجوال. في ناس نظريتها كذا. عرفت شلون؟ في ناس نظريتها كذا. ومروا علي كثير. عرفت شلون؟ فأجي أنا ما قست هل جمال الجوال هذا جاهدية؟ هل هو اشتراه عن طريق المشغل؟ هل هو أخذه بقسط شهري ومرهق راتبه؟ ما أدري عن الجانب هذا، لكن أنا جيت منجرف أنه أنا لازم أوازن جمال. لو نبي نجي أرجع لموضوع الرواتب وتحديدا نبغى نروح الجانب الثاني اللي هو الادخار، هل في راتب معين نقول أنه ما هذا ما يقدر يدخر؟ والله شف، أنا جاني شخص راتبه تقريبا 6000 ريال. 6000 ريال جيد تمام. وسوى قال أنا والله ماني محتاج برمجة، حقيقة ماني محتاج برمجة، لكن بس أنا أشوف المقاطع والتيك توك وزي كذا، فجاي من باب الفضول. قلت والله شف، أنا ما من ناحية هذه أنا ما أقول لك برمج ولا أقول لك لا تبرمج، شيء راجع لك زين ولا لا. قال توكلت على الله وببرمج. برمجت الراتب، لقيت عنده دخل إضافي يشتغل بالحلال وزي كذا، وفي عنده توفير وفي عنده ادخار وفي عنده استثمار في الحلال وزي كذا، فيفرق. في فرق كبير. بس هذا عنده دخل ثاني، أنا أتكلم من واحد ما عنده دخل. يعني هل أقدر أقول اليوم أنه هذا اللي عنده راتب ترى ما يقدر يدخر؟ لو ما عنده دخل ثاني في حددنا للراتب هذا؟ يعني أنا أقول من 5000 ريال أنا أقول هذا لابد أنه ينظر الوضع بحيث أنه يشوف إذا في عنده مرهقات للراتب، فواتير متراكمة وأشياء زي كذا، فيصرف منها بشكل شهري ويصرف عليها مثلا جوال مثلا مرتفع انترنت مثلا عنده ماخذ باقة عالية، ينزل يتبع نظرية 3RS. نظرية 3RS إيش تقول؟ تقول لك 30% تخفيض، 20% عفوا 50% تخفيض، 20% 30% تبديل، 20% إلغاء.
في نظريات كثيرة أستاذ حسين في موضوع الادخار. في من يتحدث عن 50-30-10، يتحدث عن 40، ما أدري. في نظري أنا معك صراحة، إحنا احترنا، أنا معك يعني كثيرة، بس أنا عندي وش الصح وش الأصح منه؟ كلها صح. كيف؟ زين ولا لا؟ كلها أنا أعتبرها طيب صح. مو وش الأصح؟ يختلف. وش الأفضل؟ يختلف. أنا عندي شخص زين ولا لا، جاني وجدت عنده 75% ادخار من راتبه، ما شاء الله، لحاله، وراتبه 9,000 ريال. مو متزوج؟ مو متزوج. عزابي؟ اي عزابي. مو متزوج زين ولا، وعنده التزامات، بطاقات وما ادري ايش. فجاء الفكرة في التخارج منها، قال ابي اتخارج منها وانهيها بحيث انه يكون الراتب صافي. تخارج من البطاقات. اي زين ولا لا، بطاقات ائتمانية. بطاقات ائتمانية. ايش كثر تاخذ من الرواتب؟ يعني بعضها الشيء اللي لمسته، بعضها تاخذ الراتب كامل وتعطيك اياه بعد 3 أيام 4 أيام، تتعطل أنت الشخص. إيه. زين ولا لا، تروح تسحب وتروح تسحبها ثاني مرة، وتضطر أنك ترجعها، وتضطر أنك ترجعها مرة ثانية. نسبتهم كبيرة اللي يعتمدون على البطاقات الائتمانية. واجد. أنت حديثك كله كان عن الرجال. نعم. وش من السيدات؟ السيدات كذلك. وش فيهم؟ ها؟ وش فيهم؟ في تفريط شوي عندهم. بإيش؟ ها؟ بإيش؟ في تفريط طال عمرك في المشتريات، الكماليات. الكماليات. يعني أنا جتني أكثر من سيدة. ولما أجي أبرمج راتبها أجد عندها التزامات وإرهاق للراتب بشكل كل عشوائي وتخبط. قلت طيب أنت مثلا في الملابس، تمام، كل أغلب المشتريات ملابس وكماليات، ما هي ذاك إلا ذا، ومرهقة للراتب. يعني يجي الراتب 3,000-4,000 كلها أقساط، دفعات، دفعة حالة 200-300 زي كذا. فيكون عندهم مشكلة في آلية السداد وعدم وجود المال بلد. أجد أنه في نهاية الشهر فايض مبلغ وقدره 6,000 ريال إلى 7,000 ريال إذا تم التخارج من الالتزامات هذه اللي مرهقة للراتب. لكنك تحتاج تكون حازم مع نفسك، لابد تكون شجيع، تكون عندك مبدأ الشجاعة أنه أنا لابد أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يبدأ من عندك أنت الإنسان. أحسنت، أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسين الحربي المتخصص في برمجة الرواتب. شكرا جزيلا. العفو لك. شكرا. طال عمرك. الله يسعدك. بعد الفاصل لنعوده.